السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية. في هذا الدرس سنتطرق إلى تصريف أفعال المجموعة الأولى في الحاضر، ونعني هنا المجموعة الأولى، فكما تعلمون ففي اللغة الفرنسية هناك ثلاث مجموعات، وكل مجموعة تصرف بطريقة خاصة، ولهذا في هذا الدرس نتطرق إلى أفعال المجموعة الأولى في الحاضر، أي la conjugaison des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. ولهذا الغرض سنأخذ مثالا الفعل تحدث في الحاضر. Le verbe parler au présent de l'indicatif. فكما ترون هذا الفعل ينتمي إلى المجموعة الأولى. لماذا؟ لأنه ينتهي بـ-er قبل التصريف، أي الانفينيتيف. Tous les verbes qui se terminent avec -er à l'infinitif sont des verbes qui appartiennent au premier groupe. وبما أن هذا الفعل ينتهي بـ-er فهو فعل ينتمي إلى المجموعة الأولى. ما عدا الفعل ألي الذي ينتهي بـ-er ولكنه لا ينتمي إلى المجموعة الأولى بل ينتمي إلى المجموعة الثالثة. إذن لنقم الآن بتصريف هذا الفعل. Je parle le français couramment. أنا أتحدث الفرنسية بطلاقة. Je, أنا parle, أتحدث le français الفرنسية couramment بطلاقة. فكما تلاحظون فهذا الفعل ينتهي بـ-e فنحذف -er ونعوضها بـ-e عندما يرتبط بالضمير je, أنا. Je parle le français couramment. Tu parles le français couramment. أنت أنت أو أنتي، لأن كما تعلمون tu يمكن أن تعوض أنت أو أنتي. Tu parles ES. لاحظوا معي ES لا تنطق، نقول tu parles le français couramment. Il parle le français couramment. Il هو parle يتحدث le français الفرنسية couramment بطلاقة. Il parle le français couramment. لاحظوا معي الآن نهاية الفعل مع الضمير il الذي يعني هو، فهنا تلاحظون أنه ينتهي بـ-e. حذفنا -er وعوضناها بـ-e. نفس الشيء بالنسبة لهي elle. Elle parle le français couramment. هي تتحدث الفرنسية بطلاقة. Elle parle. لاحظوا معي نهاية الفعل e، فنفس الشيء لا تتغير نهاية الفعل مع الضمير il والضمير elle. Nous parlons le français couramment. نحن نتحدث الفرنسية بطلاقة. Nous parlons، نهاية الفعل هنا تغير النطق و أصبحنا نقول nous parlons مع ONS نهاية الفعل. ONS، لاحظوا S لا تنطق ولكن نقول nous parlons le français. On تنطق. nous هنا كما تعلمون في اللغة الفرنسية يبدأ الجمع ابتداء من اثنين، فلا يوجد مثنى في اللغة الفرنسية، بمعنى أنه عندما نقول نو قد يكون شخصين أو أكثر. Nous parlons le français couramment. Vous parlez le français couramment. Vous، هنا كما سبق وقلنا vous قد تعوض شخصين اثنين فما فوق. Vous parlez، لاحظوا معي EZ، نفس النطق عندما يكون الفعل قبل التصريف أي مع ER، نفس الشيء هنا نجد EZ تنطق كER
ولكن الفرق هو أنه في الكتابة نكتب EZ عوض ER. Vous parlez le français couramment. أنتم أو أنتما حسب السياق. Vous parlez le français couramment. تتحدثون الفرنسية بطلاقة. وهناك أيضا يمكن لفو أن تعوض شخصا واحدا وذلك عندما نريد أن نتحدث معه باحترام فنقول Vous parlez le français couramment ونحن نتحدث عن شخص واحد. Il parle le français couramment. Et هنا لا تنطق ENT وهذه من الأخطاء الشائعة عند المبتدئين في قراءة اللغة الفرنسية فيجدون هنا ENT وينطقونها فهي لا تنطق عندما ترتبط بالضمير il أو الضمير ال هنا يعني نعود ونلخص ما درسناه في الفقرة السابقة ونقول je parle le français couramment tu parles le français couramment il parle le français couramment elle parle le français couramment nous parlons le français couramment vous parlez le français couramment il parle le français couramment elle parle le français couramment لاحظوا معي هنا الفعل parler قبل التصريف ينتهي ب er والجدر كما تلاحظون مكون من P و A و R و L يبقى الجدر دائما حاضرا في جميع التصريفات ولا يتغير سوى النهايات التي تتغير حسب الضمير مع الضمير je نجد E مع الضمير tu نجد ES مع الضمير il نجد E مع الضمير L E مع الضمير نو نجد او ان اس ومع الضمير فو نجد او زد مع الضمير ال افيك اس نجد او ان تي ومع الضمير ال افيك اس نجد او ان تي اذا الجدر يبقى دائما حاضرا والنهايات هي التي تتغير وهذه النهايات تسمى بالفرنسيه لي تيرمينيزون لي تيرمينيزون إذن هنا ملاحظة هامة parle 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 إذا لاحظتم فتنطق هذه الأفعال بنفس الطريقة ولكن في الكتابة فهي تتغير هنا E هنا ES هنا ENT حسب الضمير ونلاحظ أن النطق يتغير فقط عندما يتعلق الأمر بالضمير نو فنقول nous parlons والضمير vous ونقول vous parlez أما في باقي الضمائر فنفس النطق parle تبقى هي دائما ولكن الكتابة هي التي تتغير نمر إلى فعل آخر من أفعال المجموعة الأولى لأنه كما تلاحظون le verbe sauter هو فعل ينتهي بـER وبما أنه ينتهي بـER قبل التصريف فهو فعل ينتمي إلى المجموعة الأولى sauter بمعنى قفز le verbe sauter au présent de l'indicatif sauter d'une falaise لنأخذ الجملة التالية كمثال يقفز من جرف je saute d'une falaise هنا النهاية E Tu sautes d'une falaise, annihaya ES. Il saute d'une falaise, annihaya E. Elle saute d'une falaise, كذلك annihaya E. Nous sautons d'une falaise. تغير النطق وتغيرت الكتابة كذلك ولدينا ONS في نهاية مع الضمير نو. Vous sautez d'une falaise. Vous sautez d'une falaise, EZ. Il saute ENT النهاية ENT وأخيرا L صوت من النهاية ENT نفس الشيء. Le verbe raconter au présent de l'indicatif. Raconter بمعنى يروي. يروي في الحاضر. Raconter une histoire. مثال الجملة raconter une histoire يروي قصة.
Je raconte une histoire. Tu racontes une histoire. Il raconte une histoire. Elle raconte une histoire. Nous racontons une histoire. Vous racontez une histoire. Il raconte une histoire. Elle raconte une histoire. Complète avec le verbe qui convient, parle, parle avec S ou parlant. Et donc, سوف نتمم جملا بهذه الأفعال المناسبة. الجملة. Tu, anglais. هل نقول tu parles anglais? ونكتب E في النهاية. هل نقول tu parles anglais? ونكتب ES في النهاية. أم نقول tu parlant anglais. إذا مهلة للتفكير والجواب هو tu parles anglais. لاحظوا معي tu نهاية الفعل دائما ES مع أفعال المجموعة الأولى. دائما نحن في صدد دراسة أفعال المجموعة الأولى في الحاضر. مثال آخر. كريم complète avec le verbe qui convient. Parle, parle S ou parlant. لدينا كريم anglais. هل نقول كريم parle anglais؟ أم نقول كريم parle ES anglais؟ أو نقول كريم parlant anglais؟ إذن هنا كريم فهو مذكر يمكن أن نعوضه بإيل. و الفعل الذي سوف نقوم بوضعه هنا هو مهلة للتفكير هو الفعل parle نهايته e فكريم يمكن تعويضها ب il parle anglais. complète avec le verbe qui convient أتمم بالفعل المناسب plante e plante ent ou plante ES. هذا الفعل هو الفعل planter معنى غرس وفعل ينتمي إلى المجموعة الأولى. المطلوب في السؤال هو إتمام هذه الجملة. Les enfants plantent les enfants الأطفال يغرسون الأزهار. Les enfants plantent des fleurs. Plantent des fleurs. إذن هنا لدينا les enfants سوف نعوضها ب il avec s. إذن ماذا سنقول؟ الجواب هو les enfants plantent des fleurs. Les enfants plantent des fleurs. Mais le pronom qui convient. ضع الضمير المناسب. Regarde la télé. شاهد التلفاز. Chantez bien. غنوا جيدا. إذا لاحظوا معي هنا regard هو فعل شاهد. Regardez فعل ينتمي إلى المجموعة الأولى لأنه ينتهي بـ ER قبل التصريف. تم تعويض ER هنا بـ ES. وشانتي هو فعل أيضا ينتهي بـ ER قبل التصريف. وتم وضع EZ بدلا من ER عند التصريف. فهنا يجب أن نبحث على الضمير الذي يوافق نهاية كل فعل. لاحظوا معي جيدا الجواب. Tu regardes la télé. Vous chantez bien. أن tu مع أفعال المجموعة الأولى عند التصريف نجد أن الفعل هنا ينتهي بـ ES. و vous مع الأفعال المجموعة الأولى عند التصريف في الحاضر نجد أنه ينتهي بـ EZ. إذن تطرقنا في هذا الدرس لتصريف بعض أفعال المجموعة الأولى في الحاضر، إلا أن هناك مجموعة من الأفعال تشكل حالة خاصة على مستوى الكتاب بالخصوص، وسنتطرق لها بالتفصيل في الدرس المقبل إن شاء الله. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط عليك للتوصل بكل جديد، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.